أعلنت هيئة البحرين للثقافة والأثار خلال مؤتمر صحفي حمل عنوان فرح من جهات أربع عن آخر أعمالها الثقافية الجديدة خلال شهر رمضان المبارك والصيف، بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار والعديد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية. وقالت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة إن هذا المؤتمر الصحفي يكرس للإعلان عن أربع جهات للنشاط الثقافي في المملكة، موضحة أن انطلاق الفعاليات سيكون من سوق باب ماركت رمضانيات الذي سيقام في مركز الفنون والصالة الثقافية، بالإضافة إلى حفلات عيد الموسيقية التي ستنطلق خلال أيام عيد الفطر السعيد من متحف البحرين الوطني. وأشارت معاليها إلى انطلاق مهرجان صيف البحرين بدءا من تاريخ 30 يوليو وحتى 31 من أغسطس 2015. هذا اليوم في هذا المؤتمر الصحفي نعلن عن أربع جهات الفرح. تحدثنا عن جواز عبور السياحة الثقافية لتشجيع المقيم والمواطن والزائر على زيارة بعض المواقع التي ربما لم يزرها. في نهاية المطاف في العيد البحرين الوطني نقدم جوائز عبارة عن تذاكر سفر تنقل هذا الزائر إلى مناطق أخرى بعد أن زار البحرين، من حقها أن يحصل على تذكرة السفر. الرسالة موجهة في المقام الأول إلى المواطنين، ليعتب على البعض الذي لا يزور مواقع جميلة في البحرين تم تطويرها توظيفها لجذب سياحة ثقافية ربما لم تنل الحق الوافي.